انتهت وزارة السياحة من أعمال تطوير البنية التحتية في مختلف المواقع السياحية في محافظتي جرش وعجلون والاهتمام في توفير أبرز المستلزمات الأساسية للزوار. عملية تطوير جديدة انتهت وزارة السياحة من تنفيذها في 22 موقعا سياحيا أبرزها في جرش وعجلون، شملت حملات نظافة عامة وتعشيب للمناطق الخضراء وترميم للبنى التحتية وتوفير مرافق صحية لائقة لزائري المواقع الأثرية لتهيئة بيئة جاذبة لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية استعدادا لاستقبال السياح خلال أيام عيد الفطر. الانطباع الأول كان جيدا جدا والخدمات كانت جيدة. نحن معتادون على هذا المكان لأنه يشبه روما. كل شيء كان ممتازا والناس كانوا مرحبين بنا بشكل لطيف. كل شيء كان منظما والمكان ما زال عريقا طوال السنين وشعرنا بالأجواء الجميلة هنا. وبدأت المدينة الأثرية في جرش باستعادة عافيتها العام الحالي بعد توقف استمر لقرابة عامين بسبب تبعات أزمة كورونا، لتعود محط أنظار السياح من جميع أنحاء العالم من جديد نظرا لما تتمتع به من أماكن أثرية زاخرة بالتاريخ. وتستقبل المدينة الأثرية يوميا ما يقارب 2000 سائح من جميع أنحاء العالم، فضلا عن الزوار عبر برامج تشجيع السياحة أو ما يعرف بالسياحة الداخلية. أكثر من 40,000 سائح عربي وأجنبي قدموا إلى أثار جرش الشهر الماضي، الأمر الذي يعتبر مؤشرا إيجابيا على زيادة أعداد السياح خلال أيام العيد بعد عمليات التطوير والصيانة التي شهدتها المدينة الأثرية. حمزة نهار، المملكة، محافظة جرش. إذن فيما يتعلق بالقطاع السياحي ينضم إلينا وزير السياحة والآثار نايف الفايز. معاليك، أهلا وسهلا بك. إذن بداية لنتحدث عن توقعاتكم ضمن وزارة السياحة بهذا الموسم السياحي المقبل، ربما خلال الأيام أو على العطلة المقبلة بعد رفع القيود واختلافها عن المواسم السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية مساء الخير لكم ولكافة المشاهدين الكرام. ومثل ما تفضلتي، يعني احنا خلال الفترة السابقة بعد رفع القيود عن الإجراءات للدخول إلى الأردن كان هناك تزايد في أعداد الزوار في الفترة السابقة، والحمد لله استمرت هذه الأعداد بالقدوم حتى خلال فترة رمضان. واليوم نحن مقبلين على عيد الفطر إن شاء الله الكريم خلال الفترة القادمة، نتوقع أيضا أن تكون هناك حركة نشطة في سياحة داخلية وأيضا من بعض الزوار الذين يأتون من خارج المملكة. فالأمور مبشرة إن شاء الله، وبإذن الله استمرارها سيستمر حتى نهاية هذا العام، ونعمل بجهد حتى نزيد أعداد الزوار من السياحة الداخلية ومن السياحة الخارجية بنفس الوقت. نعم، تم العمل الآن على ترميم المواقع السياحية في جرش ومناطق في عجلون استعدادا لهذه الأيام القليلة، فماذا كان ضمن خطة وزارة السياحة والآثار للمناطق الأخرى وتهيئتها أيضا لاستقبال السياح؟ يعني احنا كل المواقع الرئيسية في الأردن قمنا بعملية صيانة وترميم لبعض المواقع والخدمات أهمها، ورفعنا من مستوى الخدمات اللي فيها في فترة السابقة، ولكن لا نزال نعمل في تحسين الخدمات بشكل عام. الخدمات اليوم في العديد من هذه الوجهات كما تفضلتي، هل هي في جرش، عجلون، أم قيس، المواقع السياحية الرئيسية كلها الآن في أتم الاستعداد لاستقبال الزوار خلال فترة الأعياد إن شاء الله وحتى خلال فترة الربيع والصيف القادم. اليوم نحن مقبلين على الصيف بإذن الله، صيف يكون فيه نشاط كما قلت، نشاط ليس فقط النشاط الخارجي، نحن شهدنا النشاط الخارجي خلال الفترة السابقة، لكن نعتمد أيضا على إقبال المواطنين الأردنيين إلى زيارة هذه المواقع في كافة أنحاء المملكة، وجاهزية تامة إن شاء الله. وخلال فترة العيد هناك فريق عمل مستمر سيكون من وزارة السياحة وإدارة الآثار العامة بالتعاون مع الجهات المختلفة ليكونوا في خدمة الجماهير والمواطنين والزوار لهذه المواقع وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، وبنفس الوقت لاستقبال ملاحظاتهم. هناك غرفة عمليات خلال فترة الصيف أو عفوا خلال فترة العيد القادمة ستكون جاهزة والفريق جاهز للتعامل مع أي ملاحظة أو أي أمر يروه مناسب للأشخاص اللي عندهم ملاحظات في هذه المواقع إن شاء الله.
نعم، مدى تعويل اليوم على هذه الخطط وعلى هذه الإجراءات بما يعزز الدخل السياحي المطلوب، خاصة بعد انقطاع الفترة الماضية والضعف الذي شهده هذا القطاع؟ نحن الحمد لله انتهينا من الربع الأول من هذا العام، والربع الأول تجاوزنا الأرقام المستهدفة. عندما نتكلم أننا تجاوزنا الأرقام المستهدفة لا نقول بأننا عودنا إلى ما كنا عليه في العام 19، لكن نحن ضمن الخطة والبرنامج اللي وضعناه للأعوام للتعافي خلينا نحكي من جائحة كورونا، الحمد لله تجاوزنا هذه الأرقام في الربع الأول، حتى لو كان التجاوز بنسبة بسيطة، ولكن متأملين بأن مع نهاية العام نحقق الرقم الذي وضعناه. نحن نريد أن نصل إلى 2.9 مليار دينار من دخل السياحة في هذا العام، لنعود بالتعافي التدريجي كما قلنا في العام الذي يليه، لنصل لما كنا عليه في عام 24 بإذن الله تعالى. نعم، هل من خطط إضافية لربما يتم بحثها أو دراستها لتشجيع وتطوير قطاع السياحة أيضا كخطط الطيران المنخفض التكاليف الذي تم عليه العمل سابقا بما يرفد القطاع بمزيد من السياح؟ لا، هذه الخطط والبرامج بدأنا في تطبيقها منذ منتصف العام الماضي، وبدأت تزيد النشاط فيها وزيادة أعدادها والتركيز عليها في الفترة السابقة، لإدراكنا بأن الأمور الحمد لله بدأت بالعودة إلى ما كانت عليه. وكانت تذكر كان المعيق لقدوم الناس دائما هي الإجراءات، ليس في الأردن فقط لكن على مستوى العالم. فعندما تحسن هذه الإجراءات، وبالأردن أخذنا إجراءات تخفيفية الآن، لا قيود لقدوم الضيوف إلى الأردن، وهذا يشجع العديد من الناس إلى القدوم خلال فترة الصيف إن شاء الله، وجاءوا بالفعل خلال فترة الربيع، والأرقام لا تزال مبشرة حتى في هذا الشهر، والشهر رقم شهر 5 والشهر 6 إن شاء الله. وخلال فترة الصيف سنركز أيضا على عودة أهلنا وأخواننا المغتربين، وبنفس الوقت الزوار العرب، وكذلك بعض الدول الأجنبية التي تأتي خلال فترة الصيف. برنامجنا من حيث الطيران المنخفض التكاليف أو الطيران العارض أو حتى الطيران المنتظم، هناك جهود كبيرة تبذل لزيادة أعداد الطائرات التي تأتي إلى الأردن واستعادة الأرقام التي كنا فيها بالسابق. هذا ليس جهد للسياحة فقط، هذا جهد مشترك مع كافة الجهات المعنية، ولكن ضمن برنامجنا وخططنا نحن وضعنا برنامج لتعزيز واستعجال عودة الطيران، وبالتحديد الطيران المنخفض التكليف، وقد شهدنا في الفترة السابقة عودة قوية لهذا الطيران، وبنفس الوقت أعداد كبيرة على متن هذا الطيران. واليوم نتكلم أيضا عن الطيران العارض، كمان بدأ في عودة نشطة في مناطق مختلفة وعلى رأسهم العقبة. نعم، هل من خطط أو لربما إعادة نظر فيما يتعلق بالرسوم، رسوم دخول المواقع السياحية خاصة لمن هم من السواح الأجانب؟ لا يا سيدتي، نحن من الدول، من أكثر الدول تجيعا من حيث الرسوم، هي ليس عائق الدخول إلى هذه المواقع السياحية، هي مشجعة جدا وضمن الأرقام المتواضعة أريد أن أقول، وليس يعني لا استغلاء في المواقع. وبالرغم من ذلك احنا قمنا بإطلاق منذ عام 2015 أطلقنا ما يسمى بالجوردن فاس أو بطاقة السفر للأردن، وهذه بطاقة يستطيع الأجنبي الذي يأتي إلى الأردن أن يقوم بشرائها عبر الوسائل المختلفة، وبنفس الوقت هذه تتيح له أن يدخل في كافة المواقع الأثرية الموجودة في الأردن، ومن ضمنها أيضا التأشيرة للدخول إلى الأردن بمبلغ متواضع يعني لا يتجاوز 70 دينار. فهذه واحدة من الحوافز، فهي ليس عائق ولا يوجد مانع أو ما يمنع من دخول السائح لهذه المواقع بسبب الأسعار لدخول المواقع الأثرية. مواقعنا للمواطنين الأردنيين هي رمزية جدا أيضا، يعني نتكلم على 25 قرش يعني بدخول أغلبية المواقع في المملكة باستثناء البتراء دينار واحد، وما دون سن 16 كله يدخل مجانا ومع أهلهم، والطلاب أيضا يدخلون في أسعار مجانية، وأيضا الأشخاص ذوي الإعاقة يدخلوا إلى هذه المواقع مجانا. فالموضوع الأسعار المواقع ليس مشكلة لنا، ولم تكن أبدا مشكلة، لأنه لم يتم رفعها منذ فترة طويلة جدا يا سيدتي العزيزة. نعم، شكرا جزيلا لك وزير السياحة والآثار نايف الفائز.